السلام عليكم، اخباركم ايه؟ انا معاكم الدكتورة ايمان صلاح الدين، والنهاردة ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني الخاص بالديرماتوزيس اوف بريجنسي. وكنا اتكلمنا في البارت 1 عن الفيسيولوجيك او دي نورمال سكين تشينجز ديورينج بريجنسي، وقلنا في اخر الجزء الاول تفسير للاميون سيستم تشينجز اللي بتحصل وقت الحمل. وده هيفيدنا جدا النهارده ان احنا نفهم عن طريقه السكين انفكشنز اللي بتحصل during pregnancy والسبيشال كونسيدريشنز اللي لازم نكون عارفينها. اتفقنا ان الحامل عندنا مشكله في ال TH1 pathway، انه بعافيه شويه، وان ال TH2 هو الدوميننت وهو اللي شغال، وبالتالي هي في حاله من الاميون سبريشن ريلاتيفلي علشان ما يحصلش ريجكشن للبيبي. طيب من الانفكشنز تقريبا الفيرال والفانجر والبكتيريال والبارازيتيك، تقريبا كل الانفكشنز بتزيد الريسك بتاعها وقت البريجنسي، ومن اشهرهم الجينيتال وورز والهيومن بابيلوما فيروس انفكشن HPV. كتير جدا تلاقوا واحده جايب جينيتال وورز ديورينج بريجنسي، لان كمان غير ان الريسك اعلى ان بيبدا السايز والنمبر يزيدوا اكتر مع البريجنسي، وده بيخلي المريضه انها تدور على تريتمنت. انا عندي هنا ريسك على الفيتوس ان البيبي ده لو حصل نورمال فاجينال ديليفري ومشي من الباثوي اللي فيه الجينيتال وورز، وكانت الام دي لسوء الحظ عندها انفكشن بال HPV تايبس نمبر 6 و 11، دول اكتر بيحصل معاهم لارينجيال بابيلوماتوزس، يعني بيبدا يظهر بابيلوما في اللارينجيال باثوي عن الانفنت، ودي مشكله كبيره. تمام، طيب علشان كده اذا فعلا وقت الولاده خلاص للاسف الجينيتال وورز ما قدرناش نعالجها، او دكتور الناس لقى ان في مفروض دي حاجه تكون معروفه كمان بالنسبه لزملاء في الناس ان في جينيتال وورز وقت الدليفري، لا احنا كده هيبقى افضل حل ان احنا ناخد طريق تاني نعدي منه البيبي عن طريق السي اس او سيزيريان سيكشن، وده هيقلل الكومبليكيشن على النيوبورن. طيب في دول تانية كتير علشان الريسك العالية جدا للجينيتال وورز مع ممارسة السيكشوال انتركورس بطريقة مختلفة في مجتمعات مختلفة، فبدأوا ان هم يستخدموا فعلا فكرة البروفيلاكسز عن طريق الفاكسينيشن against the human papilloma virus، لان احنا زي ما انتم عارفين ان كمان الجينيتال وورز بعض الانواع او ال HPV types بيبقى لها association with malignancy risk. فده كبروفيلاكتيك ميجر ان وقت البريجنسي كمان تقل فيها فكرة وجود الجينيتال وورز as long as ان البيشنس دول vaccinated against the virus. طيب هي المريضة جات وقت البريجنسي ومحتاجين ان احنا نستخدم تريتمنت في محاولة ممكن فعلا ننجح ان احنا نقضي على الوورز ونخلي المريضة تولد بشكل طبيعي normal vaginal delivery، لازم تبقى عارف كويس جدا ايه الحاجات اللي اقدر استخدمها بامان وقت البريجنسي في علاج الجينيتال وورز، وايه الحاجات اللي المحرم وممنوع خالص اني استخدمها. اقدر جدا استخدم حاجه زي الكرايوثيرابي without any serious hazards على البيبي او على الام، ونفس الفكره مع الالكتروكوتري، يعني الفيزيكال ديستراكشن للوورز هو الشيء المسموح به والفيرست لاين والشيء الامن وقت البريجنسي. ممنوع خالص ان احنا نستخدم البودوفالين او البودوفالوتوكسين، ممنوع خالص ان انا استخدم حاجه زي الايميكوماد او الفايف فلورو يوراسيل، الحاجات دي كلها كونترا انديكيتد، يعني ببساطه انا اقدر اتخلص اشيل الوورد عن طريق فيزيكال ديستراكشن
هتختار الكرايو، هتختار الالكترو، الاتنين هيكونوا مظبوطين. تاني انفكشن ممكن تحصل وتسبب لنا مشكلة وقت البريجننسي هو الهيربس سيمبليكس فيروس. هيربس سيمبليكس فيروس لو البرايمري انفكشن سواء بتايب 1 او تايب 2 حصلت لاول مره وقت البريجننسي بتبقى كمان مور سيفير. هو اساسا البرايمري انفكشن ممكن تبقى سيفير، ده اول كونتاكت ما بين الاميون سيستم والفيروس، اول تعرف. ولو حصل اول تعرف ده كمان وقت البريجننسي في واحده بنقول انها في حاله من الاميون سبريشن، متوقعين انه الرابشن يبقى مور اجريسيف اند مور سيفير. وللأسف من احد الانديكيشنز ان العيانه تعمل سيزيرين ان يكون عندها برايمري انفكشن بالجينيتال هيربس او ريكورنت جينيتال هيربس. ده واحد من الانديكيشنز اللي ممكن تخلينا نعمل في الاخر سيزيرين سكشن. طيب هي جالها جينيتال هيربس مثلا وقت البريجننسي، وده غالبا بيبقى زي ما انتم عارفين تايب 2، هل ادي ايسايكلوفير او سيكلوفير ولا ما اديش؟ لا، ادوا واستخدموا الايسايكلوفير ديورينج بريجننسي من غير اي مشاكل. الدواء فيري سيف من كتر السنوات اللي استخدم فيها، وده مش كلامي، ده اللي مكتوب في التكست. يعني بالرغم ان الدواء في الاف دي اي ابروفال للدراجز ديورينج بريجننسي يعتبر كاتيجوري سي، لكنه في الممارسه في الواقع الامر استخدم بكثافه جدا وسنين طويله جدا ولم يحدث منه اي كومبليكيشنز على البيبي او الام. ف اتس فيري سيف ان انا استخدم سيستميك اسايكلوفير. انا لا اؤمن خالص بالتوبيكال اسايكلوفير. هل ادي ولا ما اديش؟ لا، ادي when indicated during pregnancy safe. لان حتى لو تفتكروا ان الميكانيزم اوف اكشن اوف اسايكلوفير انه كان بيشتغل على the virally infected cells، ما بيشتغلش على اي خليه، ما بيقدرش ان هو يشتغل الا في وجود الخليه اللي فيها فعلا انفكشن بالفيروس. فهو very selective في الميكانيزم اوف اكشن، من غير المتوقع ان يكون في سايد افكتس كبيره للاسايكلوفير، وده فعلا من خلال الممارسة. من مجموعة أو من عيلة الهيربس فاميلي الفاريسيلا زوستر فيروس، اللي في أول مرة لما بيتعرض للإميون سيستم بيظهر لنا في شكل التشيكن بوكس أو الفاريسيلا، ومع الرياكتيفيشن لنفس الفيروس اللي بيبقى دورمنت في الدورسال روت جانجلين أو في النيورون بيبدأ يحصل رياكتيفيشن مرة تانية وبيظهر ببيكتشر مختلفة اللي هي الحزام الناري أو الهيربس زوستر. طيب لو واحدة حامل جالها هيربس زوستر هل في مشكلة؟ حقيقي مفيش أي فيتال ريسك، يعني أنا مش قلقان خالص برغم من الحزام الناري ده، يعني من اسمه كده حاجة تخض بقى والعيانة جاية in pain وممكن يبقى الإرابشن is very aggressive وتلاقوا large بليسترز اور بولي وهيموراجيك وكراستيشن وياخد درماتوم كبير، ممكن ياخد اكتر من درماتوم. على الفيتوس مفيش اي ريسك. ليه؟ لان الفيروس في مرحله الرياكتيفيشن ما بيدخلش تاني السيركيليشن، ما بيعديش على البلاد، مفيش فيراميك ستيج، وبالتالي مش هيوصل للفيتوس. المشكلة الحقيقية والمشكلة الكبيرة جدا هي للأسف الفاريسيلا، إن الأم أو واحدة بريجننت من سوء حظها، يعني من اكتمال سوء الحظ، إن أول مرة يجيلها الفاريسيلا أو التشيكن بوكس ده يحصل وهي حامل. يعني ما جات لهاش فرصة خالص إنها تاخد شوية جديري مائي ولا جديري كاذب وهي في المدرسة، ولا حد من قرايبها جاله ولا اخواتها جاله فاريسيلا ولقطت منه الانفكشن، مفيش حد خالص في عيلتهم، يعني ما دي تعيسه الحظ، ويعني لازم تقلق منها اللي عدت كل مراحل حياتها من غير ما يجيلها الفاريسيلا، وللاسف جات لها وقت ما هي بريجننت. دي مشكله لان الفيتوس او البيبي اللي جوه ده
حقيقي هو ما يعرفش لسه الفاريسيلا زوستر فايس ولا تعرض ليه، هو لسه جوه اليوترس ما خرجش وشاف البلاوي اللي احنا بنشوفها. وكمان الام الاميون سيستم اول مره بيتعرف على الفاريسيلا زوستر فايروس. دول معرضين جدا ان الاتنين يحصل لهم ريسك عالي من فايرال انكيفالايتس او فايرال نيومونيا. طيب امتى اقلق او ايه الفتره الوقت البريجنسي؟ في اي اسبوع، في اي تريمستر بتبقى المخاطر اعلى فيما يخص موضوع الفاريسيلا. اخطر فتره هما اول 20 اسبوع من الحمل. اول 20 اسبوع دول تقلق فيهم. ليه لازم تقلق فيهم؟ لان ممكن قوي يحصل حاجه اسمها فيتال فاريسيلا سيندروم. ولما نشوف كمان شويه الصور للفيتال فاريسيلا هتلاقوا مجموعه للاسف سيئه جدا من الكونجنيتال انوميليز، مفيش اي حد يتمنى انه يشوفها. واخطر فترة في اول 20 اسبوع ما بين الاسبوع 13 لحد الاسبوع 20 تقريبا، رفلي كده هنقول اول 20 اسبوع لو حصل فيهم انفكشن للام بالفاريسيل لازم يعني نهتم جدا. شايفين الفيتال فاريسيلا سندروم؟ شايفين كم الديفورميتيز؟ اوبتيك ديفورميتيز، ممكن يكون في اوبتيك اتروفي، ممكن يكون في لام انوماليز، ممكن يكون في هايبوبلازيا، سي ان اس انوماليز، يعني كم رهيب جدا من المشاكل اللي مش هيكون لها حلول اذا حصلت. طيب فعلشان كده مفروض ان احنا اذا حصل لوحده سيرو نيجاتيف ماذر ما تعرضتش قبل كده للفيروس وحصل اكسبوشر تو ذا فيروس، على طول تديها الاميونوجلوبولين الفاريسيلا زوستر اميونوجلوبولين في خلال 72 ساعه. ده ممكن يمنع خالص ان يحصل لها انفكشن او على الاقل يقلل من المشكله او من حدتها. طيب لو فعلا واحدة حصل لها فاريسيلا وهي بريجننت في اول 20 اسبوع، اتفقنا مش هنفكر قبل ما نستخدم الاسايكلوفير ادي الاسايكلوفير، ده انا ممكن كمان اديه مش بس اورال، انا اديه انترافينوس، هديه علشان الام نفسها عندها ريسك عالي ان يحصل لها فيرال نيمونيا وانكيفالايتس، وهدي كمان علشان امنع الفيتال فاريسيلا سندروم. فما فيش عندي اي عذر ان اتاخر في استخدام الاسايكلوفير لوحده بريجننت اذا حصل لها كونفيرم الفاريسيلا في اول 20 اسبوع. دي فتره مهمه جدا جدا. دي حاله من الحالات اللي شفتها، وفعلا زي ما قلنا ان الهيرب زوستر انا مش قلقان فيه على البيبي او على الفيتوس باي مشكله، مش زي خالص التشيكن بوكس او الفاريسيلا. لكن بالرغم ان هما نفس الفيروس اتفقنا ان مفيش فيريميا بتحصل، لكن دي مثلا بيشن جالها هيربوس زوستر وهي بريجن، شايفين قد ايه الايربشن اتس فيري اجريسيف، في هيموراجيك بولي، الليجن اغلبه بولس مش فازيكلز سمول فازيكلز، لا دي بولي، دي بلسترز كبيره، وكمان اللون الاحمر او الداسكي ده جواها بلاد، هيموراجيك ليجنز وفيري اكستنسيف، واخده عندنا الباك وكمان كمان على الاكزيلا والبريست. حرفيا البيشنت دي كانت ان سيفير بين، كانت بتترمي على الارض من شده الالم. بالرغم انك عارف كويس جدا ان الزوستر ده هيعدي ومش هيحصل مشكلة، لكن ما ينفعش ان انا اسيب البيشنت بتاعتي ان ساتش بين، لان الالم نفسه كافي جدا جدا ان هو يندوس يوتراين كونتراكشنز وانه يدخلها في بري تيرم ليبر او ايفن ابورشن حسب هي في اي مرحلة من البريجننسي.
زي ما قلنا في الاول خالص لو فاكرين ان انا الجزء الخاص بالدرماتوزيس اوف بريجننسي او اي مشكله بتحصل في الجلد الواحده بريجننت لازم دايما تو كونسيدر ان انا عندي باكج، عندي تو بيشنتس، عندي البيشنت اللي قدامي وفي طرف كمان لازم دايما اعمل له اعتبار هو حاضر معانا في كل السيناريو. فانا اوكي انا بالنسبه للفيتوس ما عارف ان ما فيش ريسك، طب والام دي البرايمري بيشنت، ده البيشنت الاساسي بتاعك جايه ان بين وبالسيفيريتي للايربشن ده وما ادهاش الاسايكلوفير، ما اديش حاجه تساعدها انها البين يبقى اقصر واقل، لازم طبعا ادي. فاحنا اتفقنا ان انا ما عنديش اي مانع خالص وين انديكيتد ان انا اكتب الاسايكلوفير بكل امان وثقه ان هيكون سيف على الام وسيف على الفيتوس. تمام. طيب اذا حصلت الانفكشن بالفاريسيلا زوستر فيروس perinatal، perinatal يعني around the time of delivery، في اواخر الحمل مع الولادة بعد الولادة في الفترة الأخيرة دي في الكام يوم اللي قبل وبعد الدليفري، هنا في ريسك. الحاجة تانية ان البيبي يجيله او النيو بورن النيونيت يجيله نيونيتال فاريسيلا. هي النيونيتال فاريسيلا بالمقارنة بالفيتال فاريسيلا تعتبر ارحم، يعني الكم الكونجينيتال انوميليز اللي شفناه من شوية ده اكيد أسوأ بكتير من إن البيبي يجيله widespread cutaneous and visceral disease، ممكن يجيله severe pneumonia. أوكي الحاجات دي serious وكل حاجة بس أقدر أتعامل معاها، لكن congenital anomalies once إنها حصلت مش هقدر نعمل حاجة. كمان للأسف النيونيتال فاريسيلا بيكون فيها ريسك عالية للمورتاليتي، ممكن توصل up to 30%، ودي ريسك كبيرة. فبرضو في لو حصل نيونيتال فاريسيلا انا عندي حرية كاملة ان انا ادي الاسايكلوفير with a high dose وانترافينوس كمان للنيونيت، ده مهم جدا. لكن بأي حال من الأحوال الأخطر هو الفيتال فاريسيلا سيندروم. يبقى اللعبة الخاصة بالتشيكن بوكس أو الفاريسيلا during pregnancy لها علاقة بالتايمينج، انفكشن حصلت امتى أثناء الحمل، هل في أول 20 أسبوع، هل في بدايات البريجنسي، ولا perinatal around the time of delivery، هيفرق كتير جدا. عشان كده لو حد بيسألكم مثلا زميل صديق جار قريب بالتليفون، واحد زميلك اتصل بيك بيقول الحقني ده مراتي حامل وعندها جودري او جالها جودري من العيال اعمل ايه، لازم اول سؤال تعرف اجابته هي في اي تريمستر، هي في الاسبوع الكام، هي في الشهر الكام. ده اول بداية تحديد مدى الريسك الموجود على المادر وعلى البيبي. كمان ال HIV infection، يعني من حسن حظنا ان احنا في منطقة يمكن ال HIV مش موجود بدرجة كبيرة، لكن موجود، خلي بالكم انه موجود، لكن للأسف البيشنس مش دايما بيبقى معروفين بالنسبة لنا، ومش كل عيان بيدخل بيقول ان عندي HIV او كل patient بتدخل تقول انا عندي HIV. فللأسف دي من الحاجات اللي بنعرفها ريتروجريد لما تحصل مشكلة، او لما يكون عندك يعني history very suggestive ان في very severe form of immune suppression. تمام. فال HIV during pregnancy ده واحد من ال indications ان احنا ممكن نعمل cesarean section لو ال viral load كان عالي، وممنوع ان الام دي تعمل breast feeding لان دي احد الطرق اللي بتنقل بيها الفيروس للاطفال. وكمان بالنسبة فيما يخص البيبي حسب ال immune status بتاعته ممكن ياخد ال routine vaccinations او لا. ما تنسوش ان احنا قلنا في اي pregnant female وفي itching لازم to consider
لازم to consider scabies. وقلنا قبل كده ان مفيش اي حاجة تمنع ان واحدة pregnant ويجيلها scabies، لا بالعكس ده هي كمان عندها immune suppression وcommon جدا ان يحصل لها infection. اي واحدة pregnant قاعدة كده، لما كمان هنيجي نتكلم بعد شوية على ال itching in pregnancy، لازم احط في differential diagnosis بتاعي احتمال ال scabies. ده مهم جدا حتى في واحدة pregnant. كمان لازم نبقى عارفين ان في مجموعة من anti-scabitic medications are contraindicated during pregnancy، واهمهم اللندين والايفرمكتين ممنوع، لكن اقدر استخدم بحرية حاجة topical زي البرميفرين 5%، وده the most safe topical anti-scabitic during pregnancy. كمان اكيد محتاج استخدم انتي هيستامين، وسيف جدا ان انا استخدم الكلورفينرامين او اللوراتادين والسيتريزين. لو تفتكروا كمان في الليبروسي، وهو واحد من الانفكشنز، ان في الرياكشنز اللي بتحصل في الليبروسي كان في predisposing factors ان البيشنت تدخل او يدخل في رياكشن، ومن احد predisposing factors كانت البريجننسي. من الاوقات اللي ممكن العيانة تدخل في رياكشن انها تبقى لبراتيك وتحصل يحصل انها بقت pregnant، وخاصة the erythema nodosum leprosum. فالرياكشن في الليبروسي very common during pregnancy، ودايما بحتاج ان انا استخدم systemic corticosteroids at a high dose مع gradual very gradual withdrawal. لازم تسحبه بطريقة تدريجية جدا، وما فيش مشكلة ان انا استخدم، بالعكس ده انا لازم استخدم السيستميك ستيرويدز اذا حصل رياكشن، وبيبقى متوقع جدا في واحدة بريجننت. في دراجز ممكن كانت تفيد لو حصل رياكشن لكنها كونترا انديكيتد during pregnancy، انها تراتوجينيك، واشهرهم واهمهم هو الثاليدوماين. ثاليدوماين له قصة جميلة جدا وانا بحب احكيها، لكن هناخدها باستفاضة لما ناخد محاضرة drugs in pregnancy او medications and pregnancy، لان قصة الثاليدوماين دي بتخلينا نعرف قد ايه مهم جدا انك تكون حريص مع كتابة اي medication during pregnancy. يعني قد ما تقدر ما تكتبش حاجة فعلا الا ما تكون indicated وانت متأكد وواثق جدا انها safe. تمام. فعشان كده قلنا في البيشنتس مفروض اللي عارفين ان عندهم مشاكل زي عيانة عندها ليبروسي and she knows، مفروض انها تخطط لفكرة الحمل وتختار الوقت الانسب مع الدكتور. يعني ما ينفعش واحدة تكون لسه في بداية التريتمنت، او مثلا لبروميتس ليبروسي وانكنترولد ولسه بدأت تاخد، وتبدأ كمان تدخل انها بقت بريجننت، فيعني ده توقيت سيء جدا. المفروض ان يكون في بلان للحمل في الحالات دي، مش ممنوع بس لازم يكون معمول له خطة، متحضر كويس جدا ايه الوقت المناسب علشان نقلل اي ريسك على الام او على البيبي. ده كده الجزء الثاني، وان شاء الله المرة الجاية هنتكلم على الاوتوايميون سكين ديزيزز during pregnancy، واي special consideration لازم نبقى عارفينها لو واحدة جالها autoimmune disease during pregnancy، ومتوقعين ان الريسك للautoimmune disorders هتكون عالية. فده هيبقى الجزء الثالث.